الله وبركاته. يا أحلى ملكات يا ملكات الكون، اليوم أنا جيت نشارككم بهذا الفيديو من الجردة المتواضعة ديالي، جريدة ماشي جردة. المهم هاد البطاطا اللي كتشوفوا هنا، يا سبحان الله العظيم، غير بطاطا عادية نوضات، كانوا الناس هكا كيلعبوا هنا في الجردة، وخلى واحد بطاطا، وهاديك البطاطا مع الوقت لقيتها أن دارت العروقة، العروقة هكا خرجوا منها، شديناها وغرساتها ماما هنايا في، قالت لك نغرسوها نشوفوا ربما تنوض، غرساتها سبحان الله العظيم نادات. وهانتم هاد الطبسه اللي كتشوفوا ديال البطاطا كله من داك البطاطا اللي هكا كانت غير مرميه، وغير هي سبحان الله العظيم بطاطا وحده، ولكن هانتم كما كتشوفوا خرجت البطاطا اللي صغيره نشتو، وهنا هي البطاطا الكبيره سبحان الله العظيم. عاوتاني هنا بغيت نشارك معكم واحد الحيله جديده اللي هي كتشدو ديك الزريعه اللي كتكون وسط الديسير هكا، اما الخوخ اما المشماش اما اللي كان عندكم. انا هنا هي هذا ديال التفاح، غير تفاح عادي من بعد ما نقيناه، ديك الزريعه اللي كتكون وسط من التفاح شديتها وخليتها في واحد الكاس ديال الماء ونسيتها. مره كنبدا نغير ليها داك الماء، ولا الا لقيت الماء نقص نزيد الماء، حتى واحد النهار كنلقاها كي راه خرجات سبحان الله العظيم. ها هي ولات كبرات. المهم من بعد ما داك العرق هكايا طوال ودار ديك الخضوريه، صافي انا غرستها هكا في الارض باش تنوض سبحان الله. ها نتوما كما كتشوفوا هنايا، هذا غير فريز كانت عطاته لي واحد صاحبتي، واحد غير عريش غرسناه ودلاع لنا، كان تا خسر ليا كاع النعناع اللي عندنا هنايا صافي، وحيدته كاع صافي، قلت ما بقيتش اصلا بغيتو، انا كان عندي الغرض في النعناع. وهذا غيبقى وها هو دلع، يعني الا شريتو عريش ديال الفريز غي واحد وتخليه في شي بلاصه، بالحق تصايبوا ليه بلاصه اللي تكون هكا محلوله، باش الا لانه هو تيدلع دير بحال اللوايه ولا هكا كيدلع كيبقى يزيد. هانتوما كما كتشوفوا هنايا، هذا شريتو خرشف، انا صحات لي يكون بحال خرشفة المغرب الساعه، لا صدق بحال القوق. هو هنايا دابا لان الجو ماشي هو هذاك، هنايا مره الشتاء مره البرد، ما بدات يموت من واحد الجهه. هذا غير الزعتر خديناه حتى هو غير شويه، ولكن سبحان الله هو كبير داير، بدات يدير الزريعه، خلينا يدير لنا الزريعه باش نعاودو نزرعوه. هذا النعناع، ولكن النعناع بحال الليمون مخلطينه بشي حاجه اخرى. وهنايا ها هو النعناع، حتى هو شريته من السوبر مارشي وزرعته، ها هو سبحان الله العظيم بدا تيكبر، و ضروري هو خصو تبقاو تقطعو منه باش يبدا يزيد ويدلع. اما الا خليتو غير هكا كيبدا طوال غير الطول بلا العرض، اما الا بديتو تقطعو منه كل نهار قطعو شويه كل نهار قطعو شويه، ها هو طبيعة الحال كنستعملوه في اتاي وشلاضة بعد الطياب، بعد الاكلات هكا كنشاركها معكم ان شاء الله. وكندير مع في واحد لاصوص مع هذا اليوغورت الطبيعي، كنشارك معكم الوصفه ان شاء الله شي نهار. هذا القزبر، ولكن ما عطاناش بزاف هذا العام، عطانا غير شويه وصافي. هي الفول غرسناه شحال هادي، ولكن ما ناضش في الوقت ديال الفول، لان هو دابا راه حتى الصيف يلاه بدا يدير وريضات. هذا فول، وهذه البطاطا حتى هي راه باقا كاينه تحت الارض، هذا حتى هو فول. وهذه ما عقلتش واش مطيشه ولا الفلفله ولا الدنجال، كنا غرسناه العام اللي قبل العام اللي فات، وها هو عاد ناض هذا العام، ما عرفت واش غيدير شي حاجه ولا لا. كانت غير الثومه هكايا وحده بقات لي من دوك الثومات اللي كانوا عندي في الدار، ولات خضراء هكايا نوضات هكايا، قلت نجربوها حتى هي ناضت سبحان الله العظيم. هنايا ها هي البطاطا ديال القبيله اللي كنت وريتكم، ها هما رباقه تحت الارض هي ولات خضراء ناضت سبحان الله، واخا غير بطاطا وحده ولكن دلعات هنايا. ثم هذه الشجره ديال البرقوق، داك النهار داك الفيديو اللي كنت وريتكم ديال العجاج طاح العرش، هنا بان لكم طاح اصلا العرش، ها هو بحال غتهرس، ولكن راه باقي ها هو البرقوق، راه تبارك الله دايره البرقوق. ان شاء الله نهار نديرو
موسم الجميل البرقوق. نوريكم شحال جمعنا من هنايا وتبارك الله كاين. هادو مرسيطه كان جابتهم لي ماما من المغرب، زرعاتهم مع منا هادو شدو. انا كان زرعت شي حاجه اخرى ما ناضتش الصراحه، هنايا هذا وقيلا مات. المهم واخا خلينا العود ربما ما عقلتش شنو هو هذاك. انا كنا درنا الخرشف حتى هو ما بقاش. ايوا صافي هذا هو، هذه هي الجريده. نتمنى الفيديو يكون عجبكم وفتكم ولو بمعلومة بسيطة، وإن شاء الله إلى فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.